لفته كويسه طبعا يا كابتن علاء. ويمكن انا اشرت ليها قبل المباراه ايمن، طبعا لفته حلوه، وزي ما بقول لك انا كره القدم حاجه راقيه وحاجه ممتعه جدا، مش لازم ناخد كل حاجه وحشه منها، ناخد منها الحاجه الكويسه، الحاجه الراقيه، ودي كانت ظاهره او لفته طيبه جدا النهارده. اتمنى يا رب يبقى الشعور كل الانديه بنفس الشعور بمصر المقاصه. سياده اليوم محمد عبد السلام طبعا راجل، هو راجل ممتاز بصراحه، وممكن اكيد هو صاحب الفكره دي، وكانت شعور طيب يعني من لعيب المقاصه وجهازه الفني، واتمنى يا رب ان يبقى ده حاجه كده عرف كده، مش عيب على فكره انك تهني الفريق كان بنفسك في يوم من الايام او في الدوري ان هو كسب بطوله، بالعكس حاجه راقيه جدا وحاجه كويسه جدا، وهي دي الرياضه، مش هتكسب على طول، مش هتخسر على طول، لكن دايما في حاجه اسمها روح، في حاجه اسمها روح رياضيه، في حاجه اسمها في محبه بين اللعيبه، اي كل لعيبه الدوري العام ايمن ما فيش مشاكل بينهم، هي يعني المشاكل بس 90 دقيقه بتخلص خلاص، هم اصحاب وحبايب وكل حاجه، لكن الكلام بقى اللي بعد المباراه دايما هو اللي بيكبر الامور قوي.